على هامش مشاركته في قمة البوسفور الثانية للشراكة الاقتصادية في إسطنبول، جمعنا حديث بالدكتور وائل ميرزا عضو المجلس الوطني السوري الذي ركز على نماء دور تركيا الإقليمي تبعاً لاهتمامها بقضايا المنطقة عن كثب. بعقدها هذا المؤتمر تؤكد على دورها المتصاعد وعلى اهتمامها المتزايد بالاستقرار والأمن في المنطقة، وهذا لا يحصل إلا من خلال وجود اقتصاديات مستقرة ومن خلال وجود أنظمة سياسية مستقرة أيضا. فالدور التركي في الحقيقة دور في غاية الأهمية، دور استراتيجي وينبثق من رؤية متميزة جدا للحكومة التركية. كما يعرض الدكتور ميرزا المقولات التي تروج لفكرة موقف تركي مبني على مصالح اقتصادية أو سياسية تسعى للسيطرة أو التحكم في أوضاع ودول المنطقة باعتبارها قوة إقليمية وعالمية. في أكثر من لقاء مع سيادة الوزير أحمد داود أوغلو أكد لنا على الأهمية القصوى لاستقرار سوريا وعلى أهمية وجود جميع شرائح الشعب السوري ممثلين في المعارضة وعلى أهمية التكامل الاقتصادي والسياسي بين تركيا وسوريا. بينما يعارض عضو المجلس الوطني السوري أي تدخل خارجي عسكري في الثورة السورية، يرى أن أي تدخل قد يحدث لاحقاً لا تتحمل مسؤوليته الجموع الثائرة ولا المجلس الوطني السوري الحريصين على سلمية الثورة ووطنيتها ومحليتها. في الحقيقة نحن نؤكد دائماً وكل المراقبين يؤكدون أنه إذا حصل أي تدخل بالمعنى العسكري نحن لا نفضل مثل هذه القضية الآن، ولكن إذا حصل أي تدخل فالنظام السوري هو الذي يدفع في هذا الاتجاه. ما نتحدث عنه بالضرورة هو تأمين حماية للمدنيين العزل في سوريا. تعنت النظام السوري وإمعانه في سياسة القتل والتعذيب وإصراره على الحل الأمني عوامل تسير بالملف السوري نحو المجهول، ويفتح الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية غير مضمونة العواقب ولا مرغوبة من الشعب. يرى الدكتور ميرزا الذي يؤكد على التصاق المجلس الوطني بمطالب الثورة الشعبية وسلمية طريقها.